املي على الوالد. شريف ابو حميد. مرحبا عمي. علي ابو حميد امور. حبينا نص ورقه على راسي تكرم عيونك يا كريم. خير عمي؟ عين حالي على الصفر. وجع وجع. الله لا يوجعك ابو حميد. وجع؟ خير شو القصة؟ لا طالع لي فسفيس براسي، قمت حلقت كل شعري. تفضل ابو حميد سلم لي على شبول. الله يسلمك عمي. السلام عليكم. علي حمودة. حمودي صحتين. حبايا رجال. عليش حدا انزل. تفضل عمي. السلام عليكم. الله معك يا اخي. احكوا لكم ماكن راجعين انت وهالمقوص مباري. ضليت منوع بالحمام لنصاص الليالي. حقك علينا سيدي، حقك علينا. افرط لي اياها بقى شبك. اخذوك احتياط وحلقوا لك على الصفر لك شكري. لا وجعة. الله لا يوجعك. لك شو الوجع اللي بتساوي فيك هيك؟ اخي ثعلبه، طلعت لي الثعلبه براسي وحلقت شعري شباب. روي روي ليه عم تخاني الدبان وشغلك عمي؟ هلا لا تعطلني من وقت ما جيت وانت خايني بهالدكان. شو بدك؟ ليك مالك بالعاده تتبوجع هالبوجع لك شكري؟ لك حبيبي عم بتعطلني، مالك شايف الزباين مليانه بالسعار؟ الله يتم عليك شايفه لك عمي، لك انا اعطيني صحن فول وحبي فيه خواصلي وخلصني ليك. تفضل. شرف يا ابني. الله معك. معقول تبهدلني هيك يا ابو الهوى؟ ما بكون ابو الشكر اذا ما بهدلتك يا عاطل. كفو ايدكم شباب. الله يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كريم يا رب. هيك لك خبزات. سلمون عمي. اهلا يا ابو حميد. شو بدك عمو؟ تكرم. مرحبا ديبوب. لك اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شو جاهزين خبزات خوانين؟ لك تكرم عينك، خمس دقائق واحلى خبزات مأمرين تاخذهم. يلا خف لي ايدك لشوف. شلون لك روحي لكان عم يحلف بكل الاولياء والانبياء والصالحين انه بريء من التهمه، وهذا روحي على قولة قرابينه كمان لك روحي بريء من التهمه؟ انت غشيم يا ابو الهوى، بعرفك تلقطع الطاير. سمعت بحياتك انه في مجرم بيعترف باللين انه مجرم؟ هيك قلتك سيدنا؟ لكان التهمه لابسته من راسه لرجليه، بعدين كل الدلائل بتقول انه ما في غيره ورا مقتل مسعود، اذا بيضل يحلف ليوم القيامه. ان شاء الله الف نعيمة لك روحي. ان شاء الله عبال احلقت زيارة لك حبي. الله ينعم عليك يا ابو الهوى. ها ها يسلموا يسلموا. لا لا روحي تحريني خلي علينا. لا والله. طيب. لا والله يسلموا ايديك. معوضين يا روحي. الله يسلمك. يلا معوضين روحي. مهوني روحي. السلام عليكم. اهلين حبيبي. اهلين ببو عيني. اوعي سيدنا. اوعي. صباحو لكم قواس. اهلا لكم نيشا. دريت شو صار؟ لك شو جايب اخبار سوق من عند الصبح لك روحي؟ ابو الشكر طالع الثعلبه براسه وحلق له شعراته الزلط ملط. لك انا اللي حلقت له زلط ملط مشان داوي له الثعلبه اللي براسه لك روحي. شو الحكي؟ لك قال ليش امبارح اجى لعندي على الحمام وراح يبوس ايدي ورجلي لك روحي؟ لك مشان هيك اجى عندك على الحمام. لك روحي لك ايش حادي؟ انا بداوي كل هالامراض عضل اصابعك لك روحي. الثعلبه، الديبه، الكليبه، الحربايه، كل هالامراض والاوجاع اللي خلقها رب العالمين، صاحبك ابو الهوى هو اللي بداويها لك ببو عيني. وصاحبي ابو الهوى لهلا ما قدر ينبز لي شعره. تعال معي لقلك. تعال. لك وعلى ببو تعال تهر الفاله تبعه. انا ما بعرف داويها. انا ما بعرف داويها. روح 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 على جلد. لك ايدك من طول حجر الحمام يا زلمه. طول بالك شوي حميه الصلعه بس. تعال شو عم تساوي؟ قرب راسك لهون لعندي روحي. قربوا خليه ياخذ. ورجيني لك روحي. شو هذا؟ يقبرني الله. استوى الشغل لك روحي. شو استوى؟ بعد فترة صغيرة بده يأسمر الشعر. لك لك روحي. لك شو الحكي؟ لك الله يسمع منك لك ابو الهوى. تعرف علي ما علي، إذا طلع شعر لازم الحارة كلها وانت على راسه. على طرق بشاوي للصبح
على ضفة بلدها. لك شو مشاوي ما مشاوي؟ بكره بده يطلع لك شعليش من هون وشعليش من هون، بده يطلع شعر كثير، بدك تعزم كل الحارات لك روحي. قولي قولي انا هذيك الساعة لك الله يسلم ايديك هيك ولا هوا، الله يسلم ايديك، انت جلسة ثانية؟ مش حدا حبيبي، بعد بكره بتمر لعندي بدي اعمل لك جلسة على كيف كيفك لك روحي. بعد بكره. يلا تيسر. لك لعيونك. حط ايدك لك روحي. خبي لي على الصلعة بحبها كثير انا واقف ها. لك الله يسلم ايديك. يلا روحي تيسر. الله يعمر بيتك. لك هو روحي اهينش حدا. لك الله يخلي لي اياك يا ابو الهوا. لك اهلين وسهلا بروحي، ان شاء الله بيكفني هالوش لك روحي، يا حلت علينا البركات، تفضل روحي. شو تفضل بدك على وعدك لك ابو هوا؟ لك خدامك لك روحي، انا خدامك لك ببو عيني. جناب الباشا بيقول لك تيجي لعنده بعد صلاه العشاء مشان تشيل له دقنه وترستقه اخر رستقه. لك شو هالشرف الكبير اللي شرفنا فيه الباشا؟ لك انا خدام شوارب للباشا، بس وين روحي؟ عند بديعة خانم. بخدمتك انا لك روحي، انزل انزل خلينا نتبارك فيك روحي. لك شو تبارك في دقني قصيره وشعري انا هيك بحبه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين روحي. مهونه يا روحي. شو هذا معناته اليوم عند العراقية؟ ايوة حياك بابا حياك روحي باشا. انا المساجين انا المظالم انا المساجين انا المظالم انا اللي باعوني دينار باعوني انا اللي باعوني دينار باعوني بالقوة زوجوني عليه غصبوني واروح لامو العلي واقول لامو العلي اروح لامو العلي واقول لامو العلي شايب وانا بنية وانتوني غصبية شايب وانا بنية وانتوني غصبية وقع وابو سيدة وروحتي بيدة وقع وابو سيدة وروحتي بيدة حسبان انا ريد انا حسبان انا ريد انا انا المساجين انا المظالمان انا المساجين انا المظالمان انا اللي باعوني دينار باعوني بالقوة زوجوني عليه غصبوني وقع وابو سيدة وروحتي بيدة وقع وابو سيدة وروحتي بيدة حسبان انا ريد انا حسبان انا ريد انا حسبان انا ريد انا حسبان انا ريد انا نورتي يا باشا عنك يوبا دادا عليا جيب المي والملح للباشا عجلي قل لي يا باشا ايش رايك بهذا الترحاب لا أجمل ولا أطيب ولا أحلى من هيك يا زينة نساء العراق دادا علي حاضر العشاء للباشا يلا أمرك يا خانو الله يرضى عليك يا بديعة ويدي مكفوب راسي يا باشا قومي قومي عدي جنبي بدي احكي معك جوز كلام زين قول يا باشا انا سامع شو السيره من قرابه الشهرين لا طلبت شمت هوا ولا طلبت سيراني بالضيعه ولا متفقين ثلاثتكم وعاكفين عن البسط والانشراح مين قال يا باشا ان احنا عاكفين عن البسط والانشراح لكن انت تدري الوقت اللي مضى كان كلها من الحكيمه المختص وخلصنا من الحكيمه يا ستي ما يخالف عيوني نروح وقت ما تريد أصبح أمي خبري ضرائري خلي جهزوا حالهم بلكي بكرة هيك منطلع من غير جو ومن شبه منظيف زين يا باشا هالحين أبلغهم